طبعا مثلي مثل أي مواطنة أو خريجة في قطاع غزة، بحثت كثير عن وظائف للعمل، ما فيش، يعني أغلبها بطلات وبطلات مؤقتة، يعني لأشهر معدودة بعدها تنتهي ما بترجع تاني. الرسالة اللي بتوصلها إن الورد حلو، الورد هو الحياة، الورد هو كمان راحة نفسية في ظل إنه الظروف اللي إحنا بنعيشها، في ظل الوضع المأساوي اللي بيعيشه قطاع غزة، كمان إنه رغم كل إشي لازم يكون في حياة. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.